بدء الإجازة الصيفية للطلاب في المملكة العربية السعودية، يبدأ السعوديون في البحث عن أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلة، وهذه السنة من المفترض أن تكون الإجازة أكثر إثارة من أي وقت مضى مع تخفيف إجراءات كورونا. وفي هذا التقرير سوف نتعرف على وجهة السعوديين السياحية. يا أهل الجنوب المطر والجو ما شاء الله. وفي التفاصيل، تستمر الإجازة الصيفية في السعودية والتي تتزامن مع العطلة المدرسية من أواخر يونيو حتى 23 من أغسطس 2022، ويعتبر الصيف فترة صعبة للزيارة أو قضاء عطلة في جميع أنحاء المملكة بسبب الحرارة الحارقة، حيث تصل إلى 43 درجة مئوية كل يوم في المتوسط. والأشخاص الذين يختارون البقاء في البلاد ينغمسون عموماً في الذهاب إلى منتجع جبلي مرتفع وغيرها من الرحلات الممتعة للتغلب على الحرارة. هذا ويقوم المقيمون في الغالب برحلات خارج المملكة ويسافرون إلى الخارج، ولعل من أبرز الوجهات إيطاليا وأستراليا وسويسرا وفرنسا، وهي الوجهات الأكثر شعبية بين السعوديين خلال إجازة الصيف الطويلة. كما يمكن للسياح أيضاً زيارة حدائق المغامرات والمواقع المعمارية الأكثر شهرة في المملكة، والتي توفر بعض الراحة نسبياً من الحرارة الشديدة بحسب موقع سائح. بالنسبة للعديد من الطلاب في المملكة، تعتبر العطلة الصيفية فرصة مثالية للتخطيط لنزهات والأنشطة العائلية، ولعل من أبرز هذه الوجهات المحلية التي يذهبون إليها هي حديقة عسير. هذا وتقع حديقة عسير الوطنية في أبهى منطقة عسير في المملكة، وهي موطن لأكثر من 300 نوع من البراري النادرة والمحلية في منطقة الخليج. تتميز بالمناظر الطبيعية المتنوعة والحياة البرية، بدءا من أعلى جبل في المملكة جبل صوبة إلى المناظر الطبيعية الفريدة التي تضيف جمالا إلى أبهى. ويعد المكان من أفضل الوجهات التي يجب زيارتها خلال عطلة الصيف في المملكة، حيث يظل باردا ومنعشا حتى أثناء الحر الشديد بحسب المصدر السابق. أما شاطئ نصف القمر الواقع في الدمام، فيشتهر بإطلالاته الساحرة وشواطئه الرملية ومياهه الفيروزية وألعابه المائية المثيرة، وهو من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها خلال العطلة الصيفية في المملكة. تتكون الوجهة أيضاً من شعاب مرجانية اصطناعية تتيح للغواصين تجارب غوص غنية. قصر شوبرا الواقع في الطائف فهو مكان آخر بارز للزيارة خلال العطلة الصيفية في المملكة.